شبه فزع كيزان 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 يا اخي كيزان خلاص وشو من من اللي هناك وشيخك قدر ما تقدر فصلت الناس اللي بتقدر وقياداتهم دخلتها قاعده جوا السجن يبقى حكايه كيزان كيزان ما تمرضنا بها ما تكون مبرر لفشلك اقني بنا انتظر بس عشان انت بتحارب في كيزان انا اقني ما كثير من الدول جربت يا اخي حاربت التنظيم ده عسكريا مصر جارتنا القريبه دي حاربت التنظيم ده عسكريا في سيناء وانتهت منه ما جات رفضت لها زول واحد الا قبل اسبوعين لما انفصلوا بتاعين السكه حديد ده الزول اللي عنده مفهوم الدوله المغرب تجربتها المغرب العربي دي تجربتها دولة المغرب برضو عملت مصالحة انتقالية وعاشت الآن رغم انه كانوا بكت جهاز الأمن والمخابرات في 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 المغرب كان بكتل الناس وبتفينا في الاستاد بيطبعن وبيكتلن وبيجعن في الاستاد وناس بيختفوا من أهلهم ما بيجوا كل الفظايع كان بيرتكبها الجهاز الملكي في النهاية عملوا مصالحة وطنية الآن المغرب ماشي رواندا ضبع في الشوارع مشوا شيلي انت لازم تستصحب بلاش العقلية بتاعت الانتقام دي يعني كل واحد أها يعني انتقام لك هيعمل شنو ابو مصطفى شمل ده رجل عاقل قال يا اخواننا الزول الكتل ولدي ده لو قطعوه وخطوه في علب السردين وجابوا لي ما برجع لي ولدي انا داير احقق الاهداف اطلع لها ولدي ده دلبي في الشني عشان ما تتكرر على زول تاني لكن عباطة ويشيلوا دم دعم شو عسي ما نسيتهم أيام المظاهرات تصاروا الدم والشهيد والدم منو فيكم الآن استغال من الحكومة قال ما جابوا حقوق الناس استلم نبي لديب ده قال خلال 3 شهور بيجيب لكم الدم بتاعكم راجع بتاع المظاهرات بتاع الاعتصام وين الآن 3 شهور في 2.5 سنين التقرير ما طلع من نبي لديب منو اللي استغال قال والله لجنة التمكين الآن الشغالة دي ما لم تجيب دم الشهداء ده ما زي الصلاحيات اللي عندها بتمشي تقبض بها القروش والعضة دي ما تمشي تقبض بها ديل برضو ما بتقدر ما يخش عليكم الناس تسطح بيكم وانتو كشعب يسطح نبدأ يا اخواننا في اللايف نحن بنتكلم عن المظاهرات بتاع 30 دي في بعض الاحداث اللي انا هذكرها لكم صلاح مناع المتظاهرين دخلوا في مسجد في 30 يونيو ده في متظاهرين دخلوا في المسجد اتصلوا تلفون على صلاح مناع معه مجموعه من الحضور عملوا غرفه بتاعت عمليات في لجنه التمكين الغرفه دي كان بيتحكم فيها صلاح مناع لما انضربوا قال لك جماعه دخلوا المسجد قالوا مقبضون واضربون وجيبون الناس قاعدين لا تستغربوا يعني غرفه العمليات الغرفه القصصوها دي معلومات عندنا الغرفه الجوة دي لما صلاح مناع ده جاء التليفون وقدام الناس القاعدين اللجنه القاعده جنبه قال لهم اضربوهم جيبوهم وكسرون وجيبوه لي هنا قال لي احتموا بالمسجد نعمل شنو يا سعادتك قالوا اضربوهم وجيبوهم لي هنا ده صلاح مناع كان من داخل اللجنه واذا اصل الكلام ده كان مقبول الناس ما كانت سربته من داخل اللجنه تصرف غير مقبول ومشوا في المعتقلين لجنه من اهل معمر مشت قابلت لجنه التمكين لجنة التمكين بالتحديد قابلت وجدي وقابلت محمد الفكي يتكلموا معه في موضوع اللي بخص معمر قالوا لهم يا اخواننا معمر ده ما قابضنه نحن العساكر هم اللي قابضنه لما مشوا برضو للعساكر هناك العساكر قالوا لهم والله قابضنه ناس لجنة التمكين نحن ما عندنا دعوة شوف الباصات كل واحد يباصل الثاني في النهاية لما حاصرتهم هيومن رايس وكل المنظمات الدولية أطلقوا سراحهم وبعد ما أطلقوا سراحهم النائب العام ده
يا اخي اذا انت بقيت نهي معاه تصدر تعليمات اطلقوا سراح فلان وما يطلقوه ويخلوه قاعد لانه بحجه انه رئيس اللجنه ما موجود احمد سليمان، احمد سليمان ده من امبارح قافل تلفونه، من يوم الخميس قافل تلفونه وما رد، ما رد، قافل تلفونه لحد الان، وعمروا ده في الحراسه لسه منتظرين عشان يطلق سراحهم. اي استهتار بالقانون يعني. في النائب العام زمان نظم الاجهزه العدليه، خلى في ضابط في وكيل نيابه نبطشي يكون موجود بالليل، الضمانات المصدقه دي بتطلع الناس. احمد سليمان حاكم المساله الا انه يرجعوا له. طيب قرار النائب العام ده شنو؟ ما انت يا احمد سليمان، نذكرك شويه يا احمد سليمان عشان الشعب ده ما عارفك انت منه، ويمكن زادوا ناس التمكين ما عارف انك انت منه، والناس اللي بيتعاونوا معاك ما عارف انك انت منه. يا احمد سليمان انت من النظام السابق وكنت ماسك النيابه بتاعت التحقيقات الماليه، كنت عضو في النيابه دي في العمارات في شهر 15 زمن النظام السابق. في 2017 اسمعوا كويس يا شعب السوداني، في 2015 احمد سليمان، 2017 احمد سليمان ده جاوب بلاغ مليون دولار تم تهريبه الى دبي، قبضوا النقيب بتاع الشرطه بتاع التحقيقات، قبض على الزول اللي رسل القروش. الزول اللي رسل القروش ده طلع عسكري في جهاز الامن والمخابرات، النقيب بتاع الشرطة قبضه وحقق معاه لأنه البلاغ اتفتح ما عارف إنه. في النهاية لما عرفوا إنه العباس أخو البشير هو صاحب القروش دي، طوال أحمد سليمان حفظ البلاغ. وعشان النقيب بتاع الشرطة، أنا النقيب اتصل علي وداني رقم البلاغ ووريكم أنا تابعته مع أحمد سليمان كيف، على طول نقلوا النقيب ودوه دارفور، للآن موجود في دارفور النقيب المتحرف في القضيه دي، لحد الان موجود في دارفور. من 2017 نقلوه ودوا دارفور وحفظ البلاغ. لما النقيب اتصل عليه اداني المعلومات وانه يتضرر وحصل له كذا كذا كذا، في بدايه عملنا في زيرو فساد، مشينا وكلنا الموضوع لواحده من بناتنا الفاضلات، مشت اتصلت على احمد سليمان، البلاغ ده يا احمد سليمان كذا 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 كذا، عاوزين البلاغ ده الان نحرك البلاغ ده. احمد سليمان قال لا ما في طريقه نحرك البلاغ ده، احمد سليمان القاعد الان ده. ليه قاعد احمد سليمان؟ ده ما زيه زي ناس معتصم، ناس معتصم واسامه هارون والنيابه ذات ومحمد فريد، النيابه بتاعت امن الدوله، ها سيئه الصيد دي، ما دام انهم واحد ليه قاعد احمد سليمان؟ احمد سليمان قاعد لانه في اتصال مباشر مع الدعم السريع. وانا هاجيكم بالتفصيل لعلاقه احمد سليمان بالدعم السريع، لانه بتربطه علاقه وثيقه جدا بالدعم السريع، في شخصيه في الدعم السريع متواصله معه. دعم السليمان ده يا اخوان تابع للنظام السابق، واخر البلاغ بتاع عباس البشير ده، واتحداه الان ان يطلع البلاغ ده موجود برقمه والنقيب موجود، اتحدى ان ينكر البلاغ ده انه حفظه ليه. تحويل مالي ده مع غسيل اموال كان مفروض يقبضوا طوالي على عباس ابو البشير في الوقت ده، حفظ البلاغ. وين لجنه التمكين من البلاغات المحفوظه دي؟ ولا ما بتعرفوا؟ ده كلام فاضل بيحصل لنا في السودان ده. يجي الان يقفل تلفونه ويقعد، يقفل تلفونه ويقعد ما يدي الناس يطلق صراحة الناس اطلقهم النائب العام؟ يعني صلاحيتك انت يا احمد سليمان اعلى من النائب العام؟ ده ترجعون الثاني للعهد السابق؟ العداله فيه كانت عند اشخاص معينين يدوا تعليمات من الجهاز
ناس عبد الوهاب الرشيد وغيرهم بدوا تعليمات للجهاز وعمره أمسكوا ده وأقطعوا ده وسووا لي ده وعملوا لي ده. لسه الكلام ده موجود؟ لسه حكاية التلفونات دي مستمرة في السودان؟ أطلق صراح الناس يا لي أخي، ما معقول زول أطلق وصراحه أنت تجي تمسكه كيف يا أحمد؟ أنت مستند على منو يعني؟ منو اللي بيحميك يا أحمد سليمان؟ فاكر الزول اللي في الدعم السريع ده بيحميك؟ اللي أنت علاقتك به؟ والله ما يحميك قسما بالله. هو كان يحمي الرئيس، قال لي يحميك انت، والله ما بيحاربوا من النظام يا اخواننا. كتروا الشير واللايك لانه بدا يقطع اللايف ده. لما كتروا كانوا الناس بيخافوا من اجهزه النظام السابق، عشان كده وكيل النيابه كان خايف، لكن ده مستقوي. اطلق صراحه الاولاد ده، النائب العام ده ما عنده سر، مفروض يوقفوك. شنو قابل تلفونك؟ انت قابل تلفونك عندك بقاله ولا شركه خاصه؟ كيف تقفل تلفونك؟ دي مؤسسه بتاعت ابوك؟ ولا في بيتك ده؟ ده شغل بتاع دوله، اما قادر اما يحاسبوا النائب العام طوال يجيب الواد ده يخطه في الايقاف. دي مؤسسه بتاعت حقتك انت يا اخي؟ النيابه دي حقتك وحق جدك؟ ما حق الشعب السوداني؟ تقفل التلفون ليه؟ ما تجي تجي انت انت زي الدكتور عندك ما خليك زي الدكاتره، انت ما هو النيابه زيك وزي اي دكتور. في دكتور قاعد يقفل تلفونه لو دقوا عليه 4 صباحا بيكون جاهز، دي ضابط شرطه ولا ضابط في قوات نظاميه بيكون قافل تلفونه؟ شغال عمليات؟ انت شغال شنو يا اخي؟ ما في نيابه في متهمين يا اخي، تمشي تنوم؟ تنوم عليك حيطه؟ تنوم شنو يا اخي؟ لانه ما ادبوك زمان. انت مفروض طوالي تنكشف للراي العام بينك انت البلاغ بتاع عباس البشير اخو البشير ده، انت اخفيت البلاغ ده وموجود برقم والنقيب موجود، مفروض تتحاكم فيه وانا اقدمك للمحاكمه فيه. اللي بيستر على جريمه كانه مشارك فيها، وخاصه انك انت وكيل نيابه. ما كفايه يا اخي الاوامر القبض والاعتقال اللي بتديها للدعم السريع؟ ما كفايه انك بديهم على بلاطه يقبضوا من يشاء ويجي يتم الباقي؟ جمال لانه غطى الموضوع في موت الولد ايهاب، مش اطلقت صراحه؟ ده مشارك في الجريمه عندك في القانون في 130، ها لما يكون في على 21، الماده 21 اي زول لو كان واقف ساعد بانه بس هيئ الظروف للزول القتل ده هو مشارك ال 130. جمال بتاع المشرحه ده المفروض كان تدخله يا احمد سليمان، لكن لانه في يدك القلم تدخل من تشاء وتطلع من تشاء ونيابه فاكه. لو في شخص مزول بيحاسبك، ونحن كشعب سوداني ما قاعدين نحاسب، خلاص لو عندهم يمرقوه بيحمد الله ويمشي بيته خلاص. ما فينا الروح بتاعت انه